السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم طبعا احنا متناولين هالموضوع سابقا، طريقة الـ IDW، طريقة المسافة الترجيحية المعكوسة. من اريد ارسم اني توزيع اي متغير مناخي، اليوم راح اوضح لكم بفيديو، حتى لو نسميه بهذا الاسم يمكن تكون الفائدة اكثر. How to create او distribute the solar radiation، الاشعاع الشمسي او الـ annual solar radiation on your study area. اول شيء مثل ما بالمناسبه حتى يكون السولار راديشن عندك واضح وبشكل موضح، انت حاول البيزن او الووتر شيد مالتك ترسمها وارفع وادخل على بيزن هذا، مثلا البيزن هذا ادخل عليه انطي هذا الفراغ السبيس وانطي هذا اللون حتى ما يبين مثل ما نقول بشكل واضح، مجرد تخطيطات بسيطه. هذا الشيء كلش راح يفيدك انه حتى يوضح لك توضيح يعني تقسيم البيزن داخل المنطقه ضمن الووتر شيد. تروح تختار الارك بوكس، الارك تول بوكس، تختار الراستر انتربوليشن، تدخل على IDW. طريقه احنا متناولينها سابقا بفيديو كامل، لكن هذا مجرد فيديو ثاني توضيحي. تختار ملف بيانات الرسم المناخيه، نختار العنصر المناخي اللي احنا سابقا دخلناه، قلت لك تروح ترجع للمحاضره اللي قبل هاي المحاضره الخاصه بالIDW. تختار هسه انا راح ارسم سولار راديشن فاختاره، شلون مدخلينه كذا ضروري تراجع ليش المحاضره. بعدين حتى ما يمتد التوزيع على كل المنطقه منها، يشمل فقط منطقه الدراسه، نروح نختار هذا الخيار اللي هو البروسيسنج اكستنت. بعد ذلك نختار حوض لي فقط ضمن الشيب فايل، سيم ارز لاير شيب فايل، انا محمله الشيب فايل هنا. بعد ذلك نقول له اوكي. اوكي راح يرسم لك اياها. تمام، نرجع على شغله ثانيه، ارجع واقول انه هاي التقسيمات الداخليه خاف احد يشوفها يقول هاي ضمن الشيب فايل، لا، هاي باستخدام برنامج هنا اسمه الاركسوات، من نفذت الووتر شيد ديلينيشن اعطاني رسم كامل للووتر شيد. انا هذا الاركسوات مو ضمن الارك جي اي اس، نصبته بس من ينفتح ينفتح ضمن الارك جي اي اس، تقدر تنصبه بسهوله تسوي ووتر شيد ديلينيشن، او تقدر باستخدام الجي اي اس نفسه يسوي ووتر شيد ديلينيشن ويرسم لك الجابيه بالكامل. فمن يرسم لك الجابيه يقسم لك اياها الى سب بيزن كامل، والى الووتر شيد اللي هي الجابيات الصغار او يسموها مثل ما تلاحظ هنا بالجانب بالتيبل اوف كونتيت يسموها سب بيزن. تدخل على سب بيزن تلغي التلوين من عنده وتخلي يعني مثلا هسه تدخل على السب بيزن الثالث، بس دي كلمة الرسم، ادخل على اي سب بيزن، خاف احد يسال، هاي تلاحظ ظهرت لك هاي التقسيمات الداخليه، تدخل انت على اي سب بيزن، تختار هذا اللون، اهم شيء هذا الخيار، وتنطيه البولدر، شنو نوع البولدر؟ شلون تريده انت؟ فول كلر تختار له لون، اذا قلت له فول كلر راح يلون لك اياه داخليا، بينما اذا لا قلت له ايش لون بدون يعني هسه هذا ماكو الوان، وانما فقط بولدر اختار له اللون الجوزي راح يلون لك يا الاطراف الخارجيه باللون الرصاصي او الجوزي، تقول له اوكي تظهر لك مثل هذه الاشكال. مجرد حتى ابين بالتوضيحات يعني جماليه للرسم، الشيء بالخارجي لا اكثر. تمام، هسه هذا الرسم اللي انطانا اياه، اروح على السامبولوجي مالته اللي هو يعني نفذ لي اياها حاليا، وين تنفذت ادخل عليها يا شيب فايل صارت لي هاي هنا نلاحظ هنا هذا رسمها، هاي من الالوان من عرفتها، ادخل عليها اقول له على بروبرتيز، اروح اغير الالوان الكلاسيفيكيشن حتى بالاوتلت ما يطلع هواي، اذا اعطي 9 تقسيمات انطي اقل مثلا خلي كان يكون 5 تقسيمات. بعد ذلك اللون الخاص، هسه انا سولار راديشن توزيع اشعاع شمسي، فاكيد الاشعاع الشمسي يعني يهتم بالمناخ، علم المناخ، فهسه هذا الالوان هي اللي تفيدني، هسه انطي اوكي. لاحظ هنا انا انطاني توزيع الاشعاع الشمسي، واروح على اللاي اوت حتى اسوي له اخراج، لان محتاج ارفقه في اي مكان ما، فهسه هذا الاخراج اللي خاص بي، هاي اغير العنوان اللي خاص بي اقول له بروبرتيز، اروح انطي هنا اقول له سولار راديشن ديستريبيوشن، هاي بعد ما انطيتها الاسم اقدر اتحكم بالسايز، ادخل منها على تشينج سمبل، بعد
بعد ما تدخل على تشيك شبل بإمكانك تغير السايز الخاص بالهذا. هنا أنا 26 سايز كبير، راح تختار 20 مثلا بولد، أعطي خيار البولد بعدين يبدأ يقول لي بهذا الخيار. أقدر أي شيء إنه أغيره خاص بي، أقول له بعد ذلك أوكي. هسه هنا أنا هاي صارت السلر راديشن ديستريبيوشن عنوان. هسه نجي على هذا هنا أنا. أقدر أيضا أغير الفاليو مالته قيمة بعد تم أن نطيته هنا تسمية السلر راديشن، ماكو داعي أسمي الليجنس الخاص بي هنا أنا. هسه هذا السكيل بار مقياس الرسم، ممكن أنت مجرد تعديل نهائي عدلهن يعني كشو نهائي إخراج. بعد ذلك بقالنا فقط اللي ممكن هذا نغيره حتى نثبت كل يعني خاصة احنا نحتاج سبقونا وهنا بالإخراج النهائي كأن يكون يرفقن في بيبر أو غيرها. هسه هنا ندخل احنا على السكيل بار على النورث أرو تجاه الشمال العفو، نختار اللي ثبتناه على الجميع فاختارينا هذا. هسه تلقائيا راح نقدر ونضيف الجريد أيضا خاصة بالإخراج. هنا هذا يعطيك هنا باللي جنس التوزيعات بالنسبة إلى الخاصة بتوزيع السلر راديشن شنية وحداته، تقدر تذكرها هذا الشيء وتثبته أنت. هاي هنا نلاحظ هسه هذا اتجاه الشمال، بعد ذلك نضيف الجريد بشكل نهائي. بروبرتيز ضيف جريد نيو جريد، روح على هالخيار جريد الاخير او احد ما شافه جريد، ادخل على نيو جريد كله نيكست 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 فينيش. بعد ذلك تروح على خيار الداتا فريم، تتاكد من هذا الخيار حتى ما يخلي لك الجريد على الشكل الداخلي وانما على اللاي اوت الخارجي. بعد ذلك ترجع على الجريد تختار على خيار البروبرتيز، نتأكد احنا ما نريد نضيف الجريد. انا بالنسبة لي لمنطقة دراستي اقدر اضيف الجريد من ناحية الرايت ومن ناحية التوب فقط، فاختار هسه تدخل على الجريد نفسها، تختار بعد ما سويت الجريد على بروبرتيز، تروح تحدد فقط الرايت والتوب انت حسب هذا الشيء يعني مو محدد وانما يرجع لك. هنا أنا ايضا رايت وتوب فقط. هسه نرجع هنا حتى نتأكد انه حتى نتأكد من موضوع ال فهنا مثل ما نلاحظ نقدر احنا نشتغل على التنظير. هنا نقول له دزم والدجري نختار نقول له اوكي. هنا لا هنا ايضا هاي تغير التنظير الخاص بالسايز وغيرها، نختار كأن يكون مثلا 14. بعد ذلك تقول له تختار بولد الخط بكيفك شنو تبقيه ما تفرق. اوكي اوكي هسه هاي بقت بس العفو الخطوط الداخلية نقدر نغيرها. أيضا أضغط على بروبرتيز أروح على جريد البروبرتيز الخاصة بالجريد. هنا عندنا اللاين نختار الخيار الثالث اللي هو don't show line or tricks. بعد ما نختار نقول له أوكي. هسه هنا نقول له أوكي، نقدر نقول انه هاي السلر راديشن باخراج النهائي. بعد ما سويناها نروح نحدد ال هاي هنايا نقول له اكسبورت، اول شيء نقول له سيف بعدين نقول له اكسبورت صدر لي هذه الخريطة. احنا نصدرها نخليها وين بيبر 2، روح على الخرائط الكنتورية نختار السلر راديشن نحفظه بصيغة الجي بي جي صورة. هسه نروح هذا الشيء بيش راح يفيدنا، قلنا من نمثل انا اليوم عندي بيبر معين او ايا كان احتاج التمثيل مثلا انوال ديستريبيوشن او في كذا متغير، فهذا يفيدني انه او بحث او بيبر رسالة anything، فهذا انه يفيدني الاخراج النهائي اللي اوت اللي احتاجه. ان شاء الله تكون محاضرة اليوم استفاديتوا منها. هاي بالمناسبة احنا نحاول نسوي اكثر عدد ممكن من المحاضرات حتى نفيد الكل، يعني خاصة الطلاب اللي هم حاليا بمرحلة الريسيرشر، كلش هاي المعلومات راح تكون مفيدة لهم.
إن شاء الله نلتقي بكم محاضرات قادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.